سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانين، كل شي مزيان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله. البنات، بغيت نشارك معكم بيتزا صيبتها الوليدات غير بالخضره. صيبتها غير داكشي اللي كان عندي في الدار. صافي، عجنت العجينه، درت جوني 3 ديال الخبيز ديال البيتزا، ديال الخبيزات زعما. طيبتهم واحد شويه في الفران، وعاد خرجتهم باش نعمرهم. هنايا الفلفله شرملتها بشويه ديال الملحه وشويه الزيت شويه البزار، والبصله حتى هي شرملتها بشويه ديال الزيت وشويه الملحه وداكشي، وصافي. وصيبت لاصوص. وهنا راه ما عنديش فرماج، جا جاو الوليدات من المدرسه، وعاد مشى ولدي باش يجيب فرماج من الحانوت، ما كانش عندي في الدار، وجا مسكين فيه الجوع، كيقول لي يا ماما يا عمر هي شي وحده على ما نجيب انا الفرماج. وبغيت نشارك معكم هاد البيتزا. المهم على قد الحال صيبتها بداكشي اللي كان عندي. قالوا لي ما تبقيش ديري لنا الفلفله، راه ما تعجبناش. قلت لهم لا، على راحتي، انايا ما تعجبني، صافي ما غاديش نبقى نديرها، نبقى ندير الزيتون، المهم ندير شي حاجه اخرى وهي ما نديرهاش. دابا هادي راه تنزرب، تنصيب نصر الدين باش حيت جا فيه الجوع، نديرها في الفران. وانتم تشوفوا البنات، حكينا بفرماج درنا عليها، الصراحه جات بنينه. صافي هذه درتها في الفران باش طيب، هي الاولى نحيدها عاد نكمل الاخرين نعطيه هو ياكل. جات زوينه، واخا ما فيهاش زعما ما فيها لا طون لا دجاج لا شي حاجه لا كفته، المهم جات زوينه. صافي ها هو كيقطعها. انا نهزها الطايف هذا نعطيه ليه. شفتوا كيفاش جات البنات؟ بصراحه جات زوينه. انا راه كنت صايمه في هاد الساعه هادي، نصرتين قال لي باش دق، قال لي ماما راه جات زوينه. وهاد ودرت لي وحده هنايا الفلفله خفيفه، ما كثرتش ليهم حيت بقى قالوا لي صافي ماما ما بقيتش ديرها ما تعجبناش. وحده كثرت فيها هادي، الوليدات الصغار ما تيبغيوهاش هاد الفلفله، ولكن الكبار ما عمرهم ما قالوا لي شي حاجه عليها، وانا اصلا ما تعجبنيش. صافي قلت لهم ما غاديش نبقى نديرها. وصافي هادو ها هما عمرناهم ودرناهم في الفران. صافي وجبتهم. ودابا البنات العريضة تيحك، سميتو تيدير تيحك في هذا الزعتر، تيديروه من الفوق وانا تنصور. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، هذا خفيف طريف. وما تنسونيش من لايك وكومنتار زوين بحالكم، وشكرا بزاف على التشجيع ديالكم، وتوحشكم بزاف، والله لا يخطيكم. يلا تبقاو على خير.